منافسة كبيرة حصل بين مسلسلات رمضان، ولكن بعد مرور الربع الأول من الشهر بقى فكل واحد قرر هو عايز إيه وهيتفرج على إيه، وفي أعمال كتيرة تقدمت وفي أعمال لقت لنفسها وجود وجمهور خاص بدون كلام كتير ودوشة، وفي أعمال تصدرت الدوشة دي، ومن بينهم بقى مسلسل الأجهر اللي بيلعب بطولته الفنان عمرو سعد. الأعمال الدرامية اللي بتتنافس في رمضان كتيرة قوي، وعشان كده عملية الفرز حصلت خلاص، وكل واحد بقى محدد الأعمال اللي بيحب يتابعها. وخلال الكام موسم الأخرانيين ظهر النجم عمرو سعد كواحد من أهم نجوم الموسم ده، فبقينا نلاقي الناس على القهوة قاعدين مشغلين مسلسل وبيتفرجوا، وعلى السوشيال ميديا بيتابعوه. الفنان عمرو سعد بقاله كام سنة واخد نفس الخط الجماهيري، واللي بيعتمد على ابن بلد الرجولة اللي محدش بيقدر عليه، وكمان بيعرف يتكلم ولسانه زي الكرباج، وبيقول كلام كله مترتب وجمل كلها في الجون. المهم يعني ان عمرو سعد بمسلسل الأجهر قدر ان هو يجمع قاعدة عريضة من الجمهور، ولكن مش بس في مصر ولكن كمان في السودان، وده لانه واحد من ابطال العمل هو ممثل سوداني الجنسية، ودخل لعيون السودانيين على العمل عشان يشوفوا ابنهم وهو بيمثل كتف كتف مع الفنان عمرو سعد هنا في مصر أم الدنيا والفنون. الفنان السوداني اللي مع عمرو سعد هو اسمه قصي الأمين، درس في جامعة النيليين وعايش في مصر وتحديدا في اسكندرية، مهتم بالتمثيل من بدري، وكمان بيعمل فيديوهات مواقف على التيك توك، وبيقلد كمان فيها نجوم مصريين ومشاهد بتاعة الممثلين المصريين الكوميدية. قصي الأمين اللي بيلعب دور ويشي في مسلسل الأجهر هو من أبناء ولاية كسلة في السودان، وليه جذور نوبية، وقدر ان هو خلال مشاركته في المسلسل انه يلفت الانظار واعجاب الجمهور المصري والسوداني، خصوصا لطريقته في الكلام والتعبير المميزة، وانه بيتقن اللهجة المصرية ومناسب جدا للدور. قصي الامين في دور ويشي المفروض انه متربي مع الفنان عمرو سعد اللي بيلعب دور مصطفى الاجهر في ورشة سعداوي من وهم صغيرين، من ساعة ما مصطفى الاجهر هرب من السجن وخدوه ربوه هناك. الفنان قصي الأمين في بداية مسيرته الفنية بيحلم بالدعم وإنه يحقق النجاح، وعلى السوشيال ميديا الشباب بيعتبروه مثال للمجتهد اللي بيتعب وبيفتح باب الأمل لغيره من أبناء السودان عشان يقدروا إنهم يحققوا النجاح عن طريق بوابة مصر. وتعرض مسلسل الأجهر لانتقادات كبيرة بسبب استخدام لغة حادة وألفاظ اعتبرها البعض خارجة ولا تصلح إن هي تكون موجودة على الشاشة، وخصوصا اننا احنا في شهر رمضان الكريم، وكان ويش اللي كان بيلعب دوره قصي الامين واحد من ابطال المشاهد دي، وظهر في مشهد وهو بيرد على واحد بيتنمر منه وبيقول له طبعا انت لقيت اهلك في الادغال، فرد عليه ويشي وقال له لا يا خفيف لقيت امك هناك، وده كان في الحلقة التانية من المسلسل واللي تسبب في موجة هجوم على صناع العمل. مسلسل الاجهر بشكل عام عامل نجاح كويس، ومن بين الأعمال اللي بتجذب الجماهير بشكل كبير، خصوصا إنه في مشاهد أكشن وحركة وأحداث حماسية معظم الوقت.